انت سقطوك في امتحان صحيح. هادشي اللي ما عجبكمش وداكشي علاش خرجتو بقى فيكم الحال. ثانيه انت من الرباط؟ لا انا من كازا. الاولى كانت امام قبه البرلمان وهذه الثانيه اللي كاينه هنايا في الدار البيضاء في كازا. هي في وسط المدينه. فللاسف لا تسمح لي انا غير يطلعوا الناس وانا معك. مشاهدون قناة شوف تي في اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من وسط المدينة. الطلبة اللي سقطوا في الامتحان كيوجهوا واحد الرسالة قوية للسيد وزير العدل وهبي. غنخليكم مع احد الطلبة اللي سقط في الامتحان شنو غادي يبغي يقول ليه وشنو هو الاحساس ديالو من بعد ما سقط في الامتحان. خويا السلام عليكم. قدم لينا راسك. وعليكم السلام ورحمة الله. اللي واقع اولا بعدا كنتلقاو هذه المره الثانيه اللي كنتجمعوا فيها. المره الاولى كانت يوم الثلاثاء امام قبه البرلمان والثانيه اليوم اللي كانت في مدينه الدار البيضاء وسط المدينه. للاسف كان تعرضوا للمنع انه كنلقاو قوه الامن بواحد العدد كبير ولا انه كيقولنا منعونا بانكم راه ما عندكمش الحق انكم تيقول لك حنا حاسين بكم ولكن راه ما عندكمش الحق. هادو هما التعليمات اللي عندنا كما الرخصه ديال الوقت تماما. كما انه كنحاول كنبغيت انه انا ندعي الناس اللي تا هما مظلومين وانهم اللي كيحسوا بالظلم انهم تا هما انهم ينضموا لنا في هاد التجمعات. لانه كما كنشوفوا واخا هكاك العدد قليل بزاف الناس انهم كيتشكاو وكنشوفوا بانه الفيديوهات على اليوتيوب انهم كيحققوا مشاهدات عاليه وفي نفس الوقت انه كنشوفوا ان بنادم ما كيلبيش النداء وهذا مؤسف. انه خاص بنادم يلبي النداء ويجي انه يعاوننا في هذه الوقفه اللي انها وقفه سلميه غير باش اننا نحاولوا انقاذ ما يمكن انقاذه. فانه المطالب ديالنا عندك جوج الحوايج. يا اما يتصحح الوراق ويلوحوا النتائج او لا انه تعاود الامتحان. ولكن مع هذه اللائحه ومع هذه التحريات اللي وقعت ومع هذه السميات الاسماء اللي شناهم فتنظن ان هذه اللائحه راه صافي راه 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 دخلت في البطلان لانه ما بقاتش إذا خص الامتحان يتعاود وفي ظروف ملائمه بانه ما يمكنش. انا الامتحان مع صحيح 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 انه كاين في الكونفوكاسيون بانه غندوزو الفتره الصباحيه من 9 صباحا الى 10 والفتره المسائيه من 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 5:10 الى 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 8:10 مساء. فكنشوفوا بانه الامتحان ما تعطانا حتى المورا الساعه 10 مورا 10 عاد انه تعطاونا الاوراق. فهاد القضيه هادي تنمو عن 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 عن, عن تنمو عن اشياء اللي كنظن انها ماشي عاديه. تنمو عن اشياء غير عاديه لانه ممكن انه الامتحان يكون تسرب ممكن انه الناس يكونوا استفادوا منهم الى غير ذلك. ثانيا انه كانت كما كنقول نقله كانت بانه كانت كنشوفوا صحيح 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 وفي هذا الشيء هذا دائما كاين وكان بالعلالي بهذا المعنى كان بالعلالي و و و وكان كان كان دغيا سيدي وغادي نمشي صحيح دغيا وغادي نمشي دقيقه وغادي نمشي. شوف غير تصريح غير تصريح وانا معك. إذن كيف ما كتابعوا معنا الوقفة ديال هاد الطلبة هادو تمنعات من طرف العناصر الأمنية. أنا بعد تمنعات الوقفة. الله يدير سي تاوي الخير والله يقف مع الطلبة هادو وغادي نوصلوا على نهاية هاد البث المباشر. نلقاكم بث آخر إن شاء الله. تبقوا على خير.